السلام عليكم ومرحبا بالجميع. في هذا الفيديو سنقوم بنظرة شاملة حول النزال المرتقب بين البطل المغربي بدر هاري وخصمه الهولندي ريكو فيرهوفن يوم 1 دجنبر 2019 أي نهاية العام الجاري. في عالم الرياضات القتالية لا يوجد مقاتل مكتمل، فلكل مقاتل نقاط قوة ونقاط ضعف. كذلك بدر وريكو كل منهما لديه نقاط قوته ونقاط ضعفه. سأقوم بعرض نقاط ضعف وقوة كل من بدر وريكو. بداية بالبطل الهولندي ريكو فيرهوفن، صاحب سجل 65 نزال 16 فوز بالضربة القاضية. يبلغ من السن 30 سنة ويصل طوله 1.96 متر. بنية جسدية ضخمة وقوية للغاية. من أبرز نقاط قوته هي الاعتماد على الأرجل، فأرجل ريكو قوية للغاية وهذا يبدو من ضخامتها. فضربة ميدل كيك أو لاو كيك أو هاي كيك واحدة من ريكو تستطيع تحطيم أي خصم، فقد استطاع بفضل هذه الأرجل القوية أن يحطم أغلب خصومه. كذلك اعتماده تقنية الروبوت أثناء القتال، وأقصد بهذه التقنية هو تطبيق ريكو لما يمليه عليه مدربه بالحرف الواحد. فريكو يقوم بسماع تعليمات المدرب والاتفاق على خطة مع طاقمه التدريبي وتطبيقها أمام أي بطل، وهذا يظهر من خلال أسلوبه التقليدي جدا، فهو يعتمد حركات مركزة وفي كل نزال يقوم باعتماد خطة معينة، وهذا يدل أن المدرب له تأثير كبير في تقنيات وأسلوب لاعب ريكو داخل الحلبة. أيضا قوة التحمل الخرافية، فريكو لديه قوة تحمل تجعله يخوض أكثر من 5 جولات، ليس 5 جولات فقط، وهذا يبدو من خلال نزالاته. ريكو لا يصيبه العياء ويبقى بنفس الريتم خلال جميع الجولات. أما عن نقاط الضعف فهناك البطء. ما يلاحظ عن ريكو هو أنه بطيء بعض الشيء مقارنة بباقي المقاتلين. ربما البطء في بعض الأحيان يكون نقطة قوة لريكو، وإنما البطء عموما خلال القتال فهو يعتبر من نقاط الضعف. نعم هو وزن ثقيل، لكن رغم أنه يخوض نزالات في الوزن الثقيل إلا أن السرعة مهمة جدا في جميع الأوزان. نقطة الضعف الأخرى وهي الأسلوب التقليدي. أسلوب ريكو تقليدي جدا ولا توجد به متعة. نعم نعلم أنه لا يبحث عن المتعة وإنما يبحث عن الفوز، لكنه سيجد مشاكل كثيرة إذا واجه أحد المقاتلين المتفوقين تكتيكيا، وهذا ما حدث له بالضبط عندما سقط بالضربة القاضية أمام إيرول زيمرمان. كذلك كان قريبا من السقوط أمام المغربي جمال بن صديق. لذلك أسلوب ريكو التقليدي جدا قد يسبب له مشاكل إذا التقى أحد المقاتلين المتفوقين تكتيكيا من حجم بدر هاري. كانت هذه البعض من نقاط قوة وضعف ريكو فيرهوفن. أما الآن فعن البطل المغربي بدر هاري. بدر هاري الغني عن التعريف عند الجمهور المغربي والجمهور العربي عامة، فهو يبلغ من العمر حاليا 34 سنة، طوله 1.96 متر، لديه سجل خرافي وعدد انتصارات هائل، 120 نزال، 92 ضربة
القاضية من أقوى مقاتلي الوزن الثقيل في التاريخ في عالم رياضة الكيك بوكسين. من أبرز نقاط قوة بدر هي عامل الخبرة وكذلك النضج التكتيكي، فلديه خبرة ومشوار طويل في عالم الكيك بوكسين، كذلك لديه نضج تكتيكي كبير، فتقنيات بدر هاري تعتبر من أفضل التقنيات على مر التاريخ، وهو في الوزن الثقيل رغم ذلك يتمتع بالخفة وكذلك السرعة التي تجعله يبدو من أسرع مقاتلي الوزن الثقيل، وهذا ما يفتقده خصمه ريكو. أيضا الحماس ورغبة الانتقام، فحماس بدر هاري الموجود حاليا هو حماس غير مسبوق، فهو يسعى لعودة أسطورية، كذلك رغبته في الانتقام كبيرة، لأنه إن فعل ذلك سيكون أقوى مقاتل كيك بوكسين وزن ثقيل على مر التاريخ، لأنه سيقوم بإنجاز غير مسبوق وقد يطيح بريكو الذي لم يخسر لسنوات عديدة، وربما إن فعل ذلك سيكون هو أسطورة الكيك بوكسين بامتياز. كل هذا يشجع بدر هاري ويحمسه للفوز. كذلك المساندة الجماهيرية، فمساندة بدر أثناء هذا النزال ستكون كبيرة جدا، رغم أن ريكو هولندي وسيخوض هذا النزال في هولندا، إلا أن الجالية المغربية في هولندا هي جالية كبيرة جدا وسيحضرون لمؤازرة بطلهم بدر هاري، لذلك كل الظروف ستكون في صالح بدر من أجل عودة أسطورية من بوابة النزال الثاني ضد ريكو. أما بخصوص نقاط الضعف، فهناك نقطة ضعف واضحة عند بدر مقارنة بريكو، وهي مسألة خوض النزالات، فالنزالات التي خاضها ريكو مؤخرا هي أكثر من بدر، لذلك سيكون أكثر جاهزية. أما عن بدر فكان معاقبا وخاض نزالا وحيدا أمام هيسدي جيرجيس، لذلك ربما قد تؤثر عليه هذه النقطة. أيضا هناك المستوى الغير ثابت بالنسبة لبدر، فلا يستطيع جمهور بدر أن يتوقع كيف سيظهر أثناء النزالات، ربما قد تكون نقطة ضعف أو ربما قد تكون نقطة قوة، لكن غالبا هي نقطة ضعف، لا يمكن أن نتوقع بدر لأنه كل مرة يأتي في شكل جديد وكل مرة بخطة جديدة وعودة جديدة، لذلك لا ندري بالضبط كيف سيظهر بدر هاري يوم 21 دجنبر. هناك أيضا مشكل الخمس جولات بالنسبة لبدر، فهو لم يخض خمس جولات من قبل أثناء نزال بالكيك بوكسين، وبطولة غلوري تعتمد خمس جولات أثناء نزالاتها الرئيسية، لذلك ربما قد نشاهد بدر يعاني إذا اكتملت الجولات، أو ربما نشاهد ضربة قاضية في أول جولات سواء من بدر أو ريكو، لكن على العموم يجب أن نرى بدر مستعدا وقادرا على إتمام الخمس جولات بأكملها. إذن كانت هذه البعض من نقاط قوة وضعف كل من ريكو وبدر، لا أعلم إن كانت لديكم نقاط قوة وضعف أخرى فأكتبوها في التعليق، لكن كمقارنة شاملة بين بدر وريكو فبدر يبدو أقوى، تاريخيا بدر أقوى، تقنيات بدر أقوى، كذلك على المستوى البدني لا نعلم ذلك، نعلم أن ريكو أقوى لكن بدر مؤخرا يظهر قويا جدا، لكن الصور لا يمكننا الحكم من خلالها، يمكننا الحكم فقط من خلال النزال، نتمنى أن نشاهد بدر مستعدا بدنيا كذلك، وهذا ما سيكون إن شاء الله. إذن كمقارنة شاملة بين بدر وريكو فبدر الأفضل على الورق، صدقوني سيكون من أقوى النزالات في تاريخ الكيك بوكسين إن لم يكن هو النزال الأقوى، أكثر من مجرد نزال، حسابات شخصية unfinished business كما يقولون. بدر وريكو معركة القرن في عالم الكيك بوكسين، وصل سعر التذاكر لما يقارب 1500 دولار، أي ما يقارب 1.5 مليون سنتيم مغربية، يعني ستكون متابعات خيالية، كذلك متابعة جماهيرية عالمية، جميع الأثمنة مرتفعة، المشاهدات مرتفعة، الكل يرتقب، نتمنى إن شاء الله أن يفعل البطل المغربي وينتقم ويحقق إنجاز غير مسبوق، وربما بعدها إن كان سيعتزل فسيعتزل كأسطورة ويستحق تمثال.
لا تنسوا الاشتراك بالقناة للمزيد من أخبار الرياضات القتالية والمقاتلين، كذلك دعم الفيديو بزر الإعجاب. كان معكم أمين، إلى اللقاء.